في الماضي كنا نعرف أو نسمع عن مباراة تتأجل بسبب الحالات الجوية السيئة أو لحالة شغب غير طبيعية من الجمهور أو لأسباب أخرى شهدناها عبر التاريخ، لكن لم نكن نتصور في يوم من الأيام أن تتأجل مباراة كرة قدم بسبب انقلاب عسكري. نعم، انقلاب عسكري. هنا نعم مشاهدينا، هذا كان السبب الرئيس لتأجيل مباراة المغرب أمام غينيا، والتي شهدت أمس انقلابا عسكريا خاطفا أطاح برئيس البلاد وحل جميع مؤسسات الدولة دفعة واحدة ودون سابق إنذار. وقد حدث كل هذا في وقت كان ينتظر فيه اللاعبون المغاربة مباراتهم المنتظرة ضمن تصفيات بطولة كأس العالم في القارة الإفريقية. الانقلاب تسبب بحالة فوضى كبيرة بالشارع، إذ نزل المؤيد والمعارض لهذا التحرك العسكري، أما احتفالا أو احتجاجا وسط انفلات أمني واضح، وهو ما دفع إدارة المنتخب المغربي إلى الإسراع في مغادرة البلاد خشية حدوث أي تطورات أمنية. وقد نشر اللاعبون فيديو يظهر كيفية خروجهم وما رأوه في الشارع وهو ما في طريقهم إلى المطار. تعالوا نشاهد. الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بدوره أصدر بيانا حول الموضوع ونشره عبر حسابه الرسمي على تويتر، قال فيه: لضمان سلامة وأمن جميع اللاعبين وحماية حكام مسؤولي المباراة، قرر الفيفا والكاف تأجيل مباراة غينيا ضد المغرب المؤهلة لكأس العالم 2022، والتي كان من المقرر استضافتها في كونكاري في غينيا، وسيتم توفير معلومات حول إعادة الجدولة في وقت لاحق. يعني هذا الانقلاب لم يداهم فقط غينيا، داهم الجميع. لنقرأ الآن ماذا كتب رواد مواقع التواصل حول الموضوع، والبداية من نزار. ماذا قال نزار؟ قال: أتوقع نقل مباراة المغرب أمام غينيا إلى الأراضي المغربية بسبب الأوضاع الأمنية في غينيا. هذا أمر طبيعي يا نزار. نصير قال: حتى لو سلامتهم كانت مضمونة، النفسية لا تسمح باللعب تحت هكذا ظروف، كان القرار الأفضل تأجيلها، سلامتهم أهم من أي شيء. أخيرا تعليق من خولة. خولة قالت: الحمد لله على سلامة المنتخب المغربي، بصراحة مين كان يتخيل أنه شيء مثل هذا يصير؟ فعلا نعيش بكوكب غريب.